بديت اليوم ما تنظر لي. صلى يعيني ان شاء الله. لا اله الا الله، استغفر الله، لا اله الا الله، بسم الله، الله اكبر، لا اله الا الله. ما وكلت كمري، لا اله الا الله. كان اخيره فخليني عند العربان، وكان ما اخيره فالخط زين. نورت الدنيا يا سيدي. نورك طال. كيف امورك؟ يا مرحبا. مساك مرتاح؟ خير الله يعافيك. امورك طيبه؟ خير بالشرك لك الحمد. خير الله يعافيك. بالشرك طيب. تتوضا بهواء؟ والله نتوضا نطلب الله. سبحانه. والخير مقترب. اذا ازفت الازفه تطلب الله؟ كان طلبتها قبل؟ نطلب احنا دائما. سبحانه. نستغفر ونهلل. لا اله الا الله. امور طيبه. الحمد لله. جلسنا معك في خيره. ونمشي لها انها اللي يبون والدنيا والدنيا بخير. بس العلم اللي عندك عطناه خلنا نشوف اهلنا. العلم اللي عندك عطناه وخلنا نشوف اهلنا. اي والله. الانسان يحس احيانا. نعم. بمصيره. نعم. والمصير مكلين لله. سبحانه ولكن يجي شعور واحساس. لا لا، شعور ابشرك ان شاء الله طيب. فتفاننا بالله كبير. احنا ما جينا بهالمكان اللي عندنا موهبه. ما حد قال ما عندك موهبه. لا انا اقول لك عن نفسي، بكمل الاسترسال اذا تسمح لي. تفضل. ما جينا المكان عندنا موهبه. الموهبة أخذت حقها بعد الله خير وبركة. موهبة فويس أوفر؟ نعم. وين ما أخذت موهبة فقط؟ لا، عندنا الحمد لله اكتشفنا موهبتين، ولكن أنا أتكلم عن موهبة اللي هي فويس أوفر، هي اللي خلتني أدخل واكتشفت الحمد لله موهبة التمثيل والإنشاد. موهبة الفويس أوفر أنا مؤمن فيها، لكن موهبة المشاكل من كسبتها؟ المشاكل ما عندنا الحمد لله مشاكل. منك أنت؟ أربع ما تعتبر مشاكل؟ لا ما في الحمد لله أربعة، هذه استحدثت مشاكل. ممكن استحدثت يعني قاعدين تكذبون على الناس؟ لا مو يعني استحدثت، صارت سبحان الله كذا فجأة. إيه؟ يعني اختلافات بسيطة والشيطان حريص، والواحد ما يمشي بهالدنيا على ما قل معصوب. الشيطان يجي مرة ويمشي. نعم. يداوم. نعم. عندك أربع مرات، شو المشكلة؟ ما يداوم، لكن الشيطان حريص أصلا يتوب علينا. كل عسى الله لا يجيك إن شاء الله يجمس. من هو؟ إبليس. إيش ممكن تتعلم من إبليس في حياتك؟ خلي بيس على جنب، احنا جنب عنا العلم فقدها. لا نضحك ونفل، ما هو موقع ضحك. لا الامر بسيط عندي والله. إيه؟ نصارع على خير مختار الله. نصارع الدربي وصل الحمد لله. داخل البرنامج ولا بر مساعد؟ يستاهل يعني، يستحق التأهل والله. ان شاء الله يستاهل، وما ياخذ الشيء واحد اللي هو يستاهل، ما يسعب الواحد شيء اللي يستاهل. الشيطان سحبك له اربع مرات، هل هو يستاهلك؟ نقول ان شاء الله على ما قيل الله يتوب علينا، هو يخطي وانا اخطي. الشيطان ولا مساعد؟ الشيطان. اقول على ما قيل يبتلى بالانسان، هو يخطي وانا اخطي. سمعني، من هو اللي يخطي، الشيطان ولا مساعد؟ اقول لك الشيطان جاء عند الرجال واخطا. إيه، فعلى ما قيل واعتذر الحمد لله، وانا ممكن بكره اخطي لا سمح الله واعتذر من هذا الحال. بس الله يتوب علينا ونقول ان شاء الله قد اجمع. عطنا اللي عندك الله يحييك. خلنا نشوف هنا محمد. بسم الله توكلنا على الله. 19,350 خطوه الحمد لله، والقدم اجمل. الخامس في نفس مقعد ابو بكر والشباب، فرست كلاس. الحمد لله كلاس ان شاء الله موجود جدا. بسم الله. جلسنا وانطرعنا خير مختار الله. تكفى يا سيد، اعطنا عندك الغني. اقول اعطنا عندك الله يحييك. من اكثر شخص ينتظر النتيجه الان؟ والله والدتنا الغاليه والعزيزه وفريق الدعم لها، لا صلاح حفظهم، والقادم اجمل. قاعد تسولف مع نفسك؟ سم الله. اقول لك انا كلمة. من اللي ينتظر النتيجه الان؟ والله كل من يحب. لا ابغى شخص واحد. والله الوالده تهتم بالحيل يعني، اكيد متابعه هي الان وبقوه. ام مين؟ ام فالح عسى الله يحفظها. ام فالح، اقري على والدك اذا جاك، وانفثي برضه، بالاخير ابنك. الحمد لله. سلم. عطنا عطنا قول لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. عسى الله يسمح دربك ويسر امرك يا محمد، وفالك ان شاء الله التوفيق الحمد لله في الاسبوعين الاخيره. لا تعكر واحضر احضر لا تمكن، ماراثون احلى حكاية، ما نشرنا الروح فيها الا لاجل مشاهديها، لاجل من نفس عليها، ماراثون احلى حكاية، ماراثون احلى حكاية. محبين التجدد والتسلسل والتودد في الحكاية، شد حيلك وضحك صبحك لليلك، من كثيرك شف قليلك، ماراثون احلى حكايه.
والصداقه ماراثون انطلاقه وخبر زاد ماراثون احلى حكايه ماراثون احلى حكايه الله يسامحك تكون كربات هنا حطي اذا بفتح مسكين الخط الله يغضب علينا مبروك تقول جيتنا عجالي مبروك الله يسلمك شد حيلك وبيض وجهك ايش تقول لهم فاله؟ اقول هي دائما على ما قيل تعطينا طموح بالحياه من يوم الصغير وهي اكبر سبب اللي اكتشفت موهبتي لانها لحت علي اني ادخل الجامعه ودعمتني بالبدايه واكتشفت الموهبه بالجامعه فلولا الله ثم دعمها لي بالبدايه ما اكتشفت الموهبه فهي معطتني يعني اكتساب يعني بالحياه كهي ثقه فيها طيب ليه ما كنت واثق بما ان امك اللي اكتشفتك ودعمتك؟ الحمد لله انا واثق اني انا ابدعت في هذه القناه ولا ابدعت برا لا انا بس انا كفرحه لا بس انت كنت خلاص بتنزل مع الدرج عادي ننزل لكن نزلنا هنا راح نرقى ان شاء الله قدام احنا الواحد صار عنده صعب انت في احد يدعيك علي الله يوفقك مبروك نلتقي ان شاء الله بالاسبوع الاخير عندك كلمه تقول قول الله يسلمك قول الله يسلم اقول يعطتني ثقه بالحياه ولو قصر بالوالد كذلك الوالد لكن ما لومها يوم عطتني ثقه لانها جابت ابن يفتخر انه ابنها فما اقول ما لومها يوم يقول الشاعر النجم لولا موقعه فوق ما بان وانطاح دك كل جبال الرواس يعني انبقى ما هان وانطاح ما هان يعني متساوي بالوزن والقياس فين البيتين هذه قبل اعلانك موجوده لكن الله يوفقك يا محمد وبالك التوفيق واعذرينا يا مبالح يسلمك هالسنه ما اخذ منك جدنا العجاجه يا قلبي مخرجنا بما انك الليدر في الكنترول مثل ما زياد ان شاء الله انه ليدر هنا ارجوك علي الغامدي كم لما سولف ايش فيه على المايك